لبن الساي بيتاخد من المزرعة في تنك زيدة. لبن جهينة بيتاخد من المزرعة في تنك ستينلس ستيل معقم تماما. اللبن الساي بيتعبق في جراكل زيدي. لبن جهينة مفيش ايد بتلمسه، بيتعبق في تنك معقم زيدة. اللبن الساي بيجيبهولك اللبان من غير ما يفوت على المعمل. لبن جهينة بيروح على المعمل للتأكد من صلاحية اللبن. اللبن السايب لازم تغليه 20 دقيقة على الأقل، وحتى بأعلى نار ده مش كفاية للقضاء على الميكروبات. لبن جهينة بيتبستر، يعني بيغلي عند درجة حرارة 90 مئوي وبيتبرد مرة واحدة، وبعد كده بيتغلي تاني وبيتعقم على 140 درجة للتأكد من القضاء تماما على الميكروبات. اللبن السايب لما بتغليه بيفقد فوائده. لبن جهينة بيفتت القشطة جواه، وكمان بيحفظ كل الفوائد اللي فيه. اللبن السايب بيجيلك كده سايب في الهواء الطلق. لبن جهينة بيجيلك في عبوة زي دي، معمولة مخصوص في السويد علشان تحميه وتحتفظ بيه مدة طويلة. اللبن السايب اهو، ولبن جهينة اهو، وعليكي ان تختاري.